مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا، نرحب فيكم معانا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشباب المنوع شباب قول وفعل. برنامجنا يعرض من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت قناة سبورت الرياضية يوميا لحد ليلة أربعة. ومساك الله بالخير يا عليا. مساك الله بالنور بدر، وأيضا مسي على المشاهدين الكرام. أكيد حلقتنا فيها ضيوف مميزين ومواضيعنا دائما شاملة. يعني أنا حابة في هالحلقة أدعو كل من يعني شايل بخاطرة على أحد، كل من يحس أنه مثلا في شخص زعلان منه أو أنه زعل أحد، يعني يبادر بالاعتذار ويعني يطلب منه المغفرة والتسامح، أو أنه يسامح كل من يستحق هالفرصة أنه يسامح. لأن إحنا يعني اليوم حلقتنا راح نتكلم عن التسامح، وأنا مسامحة أي شخص صراحة يعني ضرني أو أذاني. بس هذه رسالة عليا من خلال برنامجنا اليوم للتسامح، وأيضا يمكن هي تسامح أي شخص مثلا اليوم تكلم عني، اليوم تعرضني، اليوم ذم فيني. مو شرط أني أنا أكون مثلا أرد له الموضوع بالمثل أو أرد له مثلا الشيء بالشيء، ممكن أنا أتعامل بأخلاقي مع الأشخاص اللي من حولي، يمكن أبتعد عنه، أغير علاقتي فيه، ما تكون يمكن مقربة مثل السابق، أتغير من داخلي من ناحيته، ولكن أظل أنا مثل ما أنا، ما أكره أحد. لا يتم أو يكون مثلا الكره موجود فينا، لأن إذا أنا كرهته معناته أهتم لأمره، وإذا أنا أيضا نقول غيرت أبتعد عنه أن أنا تحاشيت أو مثلا تغيرت علاقتي فيه، معناته هذا شيء للأفضل لي أنا. بالفعل يعني بدر كلامك على ما تم، وفعلا يعني مو أي شخص تقدر انك تسامحه بسهوله. لكن انا يعني لما اسامح اي شخص ضرني يعني بما معناه نفس ما انت تفضلت، انه ما احط له اي اهميه. اذا كان شخص فعلا تاتي منه المضره مره او مرتين او ثلاث، خلاص يعني استنفذ كل الفرص اللي عنده، فنسامح علشان احنا نرتاح وعلشان احنا ما نشغل بالنا في اشخاص يمكن خلاص يعني المحبه او التعامل الطيب هو يعني انت تفرض احترامك. الشخص اذا ما قدرك او ما عرف يعني مثلا قدرك، مو ضروري انه يغلط في حقك وانت تظل تسامحه، لا، يعني لنفسك على نفسك حق، فتسامحه علشان انت ترتاح وانت تعيش بسلام داخلي. نتكلم نحن على القلب الابيض اليوم، موضوعنا شوي قريب من هذا الموضوع، بدنا نكون قراب اليوم ونفضفض، نسميها حلقه فضفضه. بالفعل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا خلونا نطلع معاكم ونشوف فقره تشاهدون معنا، وبعدها فقره سعافات اوليه مع المسعف ابراهيم ملك، وعندنا ضيوف مميزين اليوم. حلقتنا رياضيه ولكن رياضات مختلفه. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. رياضة الترايثلون ولقاء مع بطل الكويت عبد الله نجيب الرفاعي. فقرة الإسعافات الأولية مع المسعف إبراهيم ملك. تدريب اللاعبين ولقاء مع مدرب كرة القدم عبد العزيز عادل الكوت. الفقرة القانونية الرياضية مع المحامي أنور المحضر. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، ومعاكم أخوكم مدرب الإسعاف الأولي إبراهيم ملك. راح أتكلم اليوم عن إسعاف الكسور. عارفين الأنشطة تزيد بالصيف ما شاء الله، الأنشطة الرياضية، الأنشطة لعقلتهم الحركية، وعيالنا ما شاء الله يلعبون يمين ويسار، ممكن يمارسون أنشطة خطرة. حتى الأنشطة الغير خطرة راح تؤدي بعيد الشر، ممكن يصير عندنا حالة كسر. يا أحباب أبيكم تعرفون الأشياء هذه. الكسر معناته أن العظمة هذه خلاص صارت قطعتين، فبالتالي الرجاء عدم تحريكها. إن شاء الله بالفقرة هذه راح نتعلم شلون نتعامل مع الكسر وشلون نجبره. بس بداية نعرف شلون نميز الكسر. الكسر أول شيء راح يجينا الطفل أو المصاب ما يقدر يحرك العضو المصاب، يعني إذا الكسر كان في الإيد ما راح يقدر يحرك إيده، إذا عندي فقد لوظيفة
العضو. ثاني شيء راح يكون في ورم، راح يكون في ألم شديد، ممكن إذا لمست المكان راح يصرخ من العوار، إذا هذا عندي كسر. بالإضافة إلى التشوع، يعني إحنا كنا عارفين شكل الإيد، عارفين شكل الريح، إذا شفته بطريقة أو شفته بشكل غير المعتاد وغير متعود عليه، إذا هذا العوامل كلها تؤدي إلى أن اعتقادي هذا كسر. إذا شكيت 1% أن هذا كسر راح أتعامل معه كأنه كسر. أول شيء نعرف نختار الجبيرة، الجباير حوالينا أنواع، ممكن قطعة خشب صغيرة، ممكن مجلة أقدر ألفها، ممكن أنا أكون مجهز عدة إسعافات أولية في الموقع اللي أنا فيه واستخدمها كجبيرة. نختار الجبيرة المناسبة بحيث تكون بطول العضو المصاب، يعني عندنا بالمثال هنا الدمية قدامنا راح تكون من الكوع إلى الرز، ما بالجبيرة تكون أطول من هالموقع أو من هالعضو هذا. إذا طالت الجبيرة راح تؤدي المصاب، وإذا كسرت ما راح تتوفر لي دعم كامل للعضو المكسور. إذن نختار جبيرة بطول أو بطول مناسب للعضو المصاب، وبعدين الرجاء حطوا بالكم لا تحركون العضو المصاب مره ثانيه. طريقه التثبيت راح تكون طرف الجبيره من تحت راح نثبتها بباندج، نخلص التثبيت راح نروح الطرف الاخر ونثبت بباندج او باي رباط معين. هنا راح يكون عندنا الجبيره كامله، وبعدها راح نتصل على رقم الطوارئ اللي هو 112. بعد ما عرفنا شلون نتعامل مع الكسور ننطركم إن شاء الله فقرة ثانية. مشاهدينا رجعنا ونكمل معاكم أكيد حلقتنا، ونستضيف بالأول ونستقبل ضيفنا الأول البطل عبد الله نجيب الرفاعي، بطل الكويت في رياضة الترايثلون. يا هلا ومرحبا فيك. حياكم الله يا هلا، يعطيكم العافية. يعطيك العافية كابتن عبد الله وحياك الله. جزاك الله خير. يعني في البداية بدر احنا قبل لا نكلم ضيفنا ونعرف عن إنجازاته في فيديو صوت وصورة مزهبة المخرج راح نشوفها ونشوف إنجازاتك ونرجع نكمل معك. Thank you.
الله، للأمانة التقرير وايد حلو، لكن احنا طبعا مبارك لك، فرحتنا للأمانة بهالإنجاز هذا. يمكن عندنا هني قاعدين نشوف ميداليتين، وعندنا يمكن نيشان صغير. هذا يمكن الفول ايرون مان والهاف ايرون مان. عدل، هذا الفول ايرون مان والهاف ايرون مان. حلو، ابي مبارك لك وجه الفوز. الله يبارك فيك على هالإنجاز. مشكور. ابيك في البداية تكلمني عن الترايثلون، شنو هو بشكل عام، وبعدها نرجع تفصل ونتكلم على البطولات. باذن الله. انا صراحة في البداية حبيت اشكركم واشكر أسرة فريق شباب قول فعل على هالاستضافة، وقاعد تفتحون باب للشباب البارزين، وانكم قاعد يعني يطلعونهم في التلفزيون وينشرون اللي هو الانجازات اللي قاعد يسوونها، فهذا في البداية. شغلة ثانية، رياضة ترايثلون هي تعتبر رياضة ثلاثية، معناته ان فيها ثلاث مراحل. المراحل هي في البداية تكون السباحة، بعدها الدراجة واحنا بالكويت نسميه القاري، واخر مرحله اللي هي الجري او الركض. تفرق المسافات في عده مسافات. عندنا اذا بتكلم عن الهاف ايرون مان والفول ايرون مان، او هو الرجل الحديدي ونصف الرجل الحديدي، الفول ايرون مان المسافه مالته السباحه 3800 متر. حلو، 4 كيلو. 4 كيلو الا شوي. ويجي بعدها اللي هي القاري 180 كيلو. ويجي بعدها على طول اللي هو الفول ماراثون اللي هو الجري 42 كيلو. فهذه المسافات اللي هي موجوده في الـ في الترايثلون. حلو. طيب انا ودي نسولف شوي عن الفيديو اللي شفناه. يعني هذا التقرير وايد كان، لاحظت ان حتى موسيقى بطوليه، والمراحل هذه كلها كانت في اوقات مختلفه. كلمنا عن الفيديو شوي. تمام. هي في البدايه عندي جزاه الله خير مخرجنا محمد الحسيان، هو اللي اخرج الفيديو، كان متابعني في الانستغرام، فطلب مني قال لي عبد الله ارسل لي كل الصور والفيديوهات، ابي اسوي لك انتاج يعني بالانجاز اللي انت سويته. فانا حبيت اشكره على الله يعطيه العافيه، على طريق البرنامج. يعني شغل متعوب عليه. اي والله ما قصر. المراحل انا الامانه يعني صار لي تقريبا سنتين في رياضه ترايثلون. في البدايه كنت ماخذها كهوايه، وبعد وتقريبا قبل سنه قررت اني لا، انا ودي انافس، وممكن يفتح لي المجال اني امثل ديره الكويت برا الكويت، وواحد يعني يرفع علم الكويت برا الكويت، يعني هذا شيء فخر. فقررت قبل سنه اني اخذها للمرحله الثانيه واني اطور فيها. فكان عندي مدربي محمد الصباغ، كان عندنا هدف، او كان عندي هدفين خلال الموسم هذا. الأول أن أتأهل لبطولة العالم لمسافة الهاف آيرون مان، والهدف الثاني اللي هو أني أشارك في بطولة الفول آيرون مان، وأني أحقق رقم كويتي جديد. حلو. فاشتغلنا عليه لفترة سنة كاملة، من معسكرات خارجية برا الكويت، معسكرات داخل الكويت، والشباب يعني في أكثر من جهة ما قصروا، واللي يفتح لنا حوض السباحة واللي كذا، والتراكينج فيلد والشغلات هذه. مجهود كبير طبعا، هو يحتاج لعمل كبير ولصبر ولخطه تكون واضحه، ولازم يعني الشخص اللي بيوصل حق هدف معين لازم يكون عنده هدف واضح يوصل عليه، وعن طريق طبعا الصبر هذا شيء اساسي. فالحمد لله الله وفقني وحققت انجاز كويتي جديد، اني صرت اسرع كويتي في تاريخ البطوله الفول ايرون مان، حققت زمن اللي هو 10 ساعات و58 دقيقة. ما شاء الله، ألف مبروك طبعاً على هالإنجاز. ويعني أنا يعني ملاحظة الرياضة هذه يعني حتى يعني تتطلب مجهود أكبر، لأنها مضاعفة يعني فيها ثلاث أنواع من الرياضة. طيب أبي أعرف شنو سبب اختيارك يعني لهالرياضة بالتحديد؟ يعني في ناس مثلاً تقول السباحة أنا أجيدها خلاص بتفنن وبحرز بطولات بالسباحة، وفي اللي هي تشمل الدراجة، والشيء الثالث اللي هي الركض. أول ركض. عفوا. فسبب اختيارك لرياضة تشمل ثلاث أنواع من الرياضة اللي هي. أنت توش قلتيها الكلمة هذه. أنا بالنسبة لي من كنت صغير أحب الرياضة. حلو. وأحب الرياضة اللي يكون فيها التحدي. فإذا كانت رياضة واحدة فيها تحدي، هالشيء أنا يعني وايد أحبه، والشعور جميل جدا. فما بالك إذا أنا مارست ثلاث رياضات في وقت واحد. فهذا كان الصراحة يعني السبب الرئيسي لاختياري لهالرياضة هذه. تحب التحدي وشيء يكون مو يعني مغاير للشيء بالضبط.
متعارف عليه. حلو حلو. بالنسبة حق البطولات هذه اللي قلنا احنا راح نرجع ونسولف عنها، طبعا انت اخذت الرقم او مثلا الهدف اللي انت كنت حاطه وصلت له اللي هو اسرع رقم وقدرت تكسره، لكن كلمنا عن بطولة السويد، شلون كانت المنافسة فيها، شلون كان تنظيمها، وهذه كانت اول مشاركة لك فيها؟ هذه اول مشاركة لي في المسافة هذه. احنا عندنا الهاف ايرون مان شاركت فيه تقريبا 6 بطولات، فالفول ايرون مان شيء ثاني ومغاير. مثل ما قلت لك هذه كانت اول مشاركة لي في المسافة هذه. اعدادها يحتاج الى يعني مجهود كبير، مجهود كبير وقت طويل. المنافسة فيها صراحة يعني كانت جدا جميلة، التنظيم روعة. يعني السويد ديرة وايد حلوة ان واحد يمارس فيها الرياضة. الشيء الحلو إن, ان ان هو في اكثر من كورس بالسنة، وهذا واحد من الكورسات، وانا كنت مسوي له بحث يعني عن طريق او قبل سنة من 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 السباق ان شنو الكورس اللي يناسب عبد الله. يمكن في اكثر من كورس، في صعود جبال، في مثلا البحر، في النهر، وفي كذا. يعني هم في اكثر من بطوله. في اكثر من بطوله، انا اخترت هالبطوله لانها تناسب عبد الله. حلو. تناسب رياضتك اللي تمارسها، تناسب التمرين اللي انا قاعد اسويه. والشيء الحلو احنا عندنا الجري اللي هي 42 كيلو. فيها 3 لوبس او 3 لفات، اللفه الواحده تعتبر 14 كيلو، فمعناته في 3 لفات. ما في متر واحد ما في جمهور، 14 كيلو الجمهور تارس الكورس كامل. حلو. التشجيع موجود بكل مكان. يعني هذه الشغلة اللي تميز كورس السويد عن باقي الكورسات، وهذا كان واحد من سبب اختياري لي لكورس السويد. هذا طبعا مبين من خلال نقول هالإنجاز هذا والفرحة أكيد. يمكن بعد ما وصلت حق الرقم اللي هو قدرت تكسره. بالنسبة حق البطولة الثانية اللي هي بطولة العالم، اللي هي البطولة العالم. بطولة العالم هذه هم كانت واحدة من أهدافي للموسم هذا. هذه عشان أتأهل لها لازم إني أجيب خلينا نقول في الـ في الـ في الـ في, الـ في التوب 10 في الأيج جروب مالي، أو في المرحلة السنية اللي أنا أمارس اللي أتسابق فيها. فتسابقت في الصين، كانت تجربة جميلة، وهذه واحدة من مزايا رياضة ترايثلون إن الواحد يزور أكثر من ديرة دولة. وهم صح. يعني يشوف على ثقافاتهم. ثقافاتهم بالضبط. فأنا رحت الصين وكنت مجهز حق السباق اللي قبلها بشهرين من ناحية التدريب، والحمد لله الله وفقني وتأهلنا فيها. واللي يتأهل يعطونه اللي هي اللي أنت قاعد تشوفها كأنها الميتفلس، هذه الملونة الصغيرة هذه. هذه صراحة لها قيمة كبيرة عندي. اللي بالنص. اللي بالنص. ليش شنو هذه؟ شنو؟ هذه معناته أنت لما تخلص السباق يعطونك الميدالية. حلو. بس اللي بالنص هذه ما يعطونها إلا اللي يتأهل حق بطولة العالم. على أي أساس؟ هذه كأنها الكرت اللي أنت تأهل فيه حق بطولة بس العالم. بس ليش يعطونها حق اللاعب؟ منو اللاعب اللي يستحق أن يأخذها؟ يعني مثلاً في المراحل السنية اللي أنا شاركت فيها كان المشاركين تقريباً 200-250 شخص. العشرة الأوائل هم اللي يتأهلون. ممتاز. فالحمد لله الله وفقني، وكان معي بين 200 وشيء انت احرصت بالضبط. اي وكان معي اخوي فهد ثويني، احنا الكويتيين الاثنين الوحيدين اللي تاهلنا لبطوله العالم، واخذتوا نفس اخذنا هذه اللي هي الكوين بالنصي. يعني بالفعل احنا نستانس ونسعد لما نشوف ونفخر لما نشوف كويتيين شباب قاعد ينجزون بطولات في الرياضه في على مستوى العالم، وقاعد انجازهم هذا يعني بالفعل يضاف لأرصدتهم، وأيضا إحنا نفخر ونسعد، ولو ودنا نروح أيوة. نشارك مع الناس في المضمار نشجعكم، لكن تشجيعنا يعني شيء بسيط، خلينا نقول هاللقاء شيء بسيط، هذا دعم كبير، نبين أدواركم الحلوة. لكن أنا ودي أسألك يا عبد الله، يعني أنا لاحظت إنه وايد تسافر ما شاء الله وتروح كذا ديرة، وتدريبك واضح إنه قاسي، يعني 3 رياضات إحنا واحدة ويلا نبي المشي نحن على عمرنا. فأبي أعرف أنت شلون قاعد تنسق بين روتينك، عملك، حياتك الاجتماعية وممارسة التدريب والسفر. الشخص إذا كان عنده هدف واضح راح يسوي اللي يقدر يسويه عشان يحقق الهدف. حلو. فمعناته إذا شخص عنده هدف واضح معناته في خطة، والخطة هذه معناته يبي لها دعم من وراها، والدعم هذا الحمد لله هذه بداية، يعني بداية المشوار هي من دعم، والدعم عندنا يمكن نوعين اللي هو الدعم المعنوي والدعم المادي.
فالحمد لله أنا عندي الدعم المعنوي والمادي والكبير يعني أو الدعم المعنوي كبير من أهلي وشايفين لي إن لي مستقبل إن شاء الله في هالرياضة. فبالعكس هما يعني الوالد والدة يشجعونك، شنو الطريقة إحنا نشجعك فيها راح نأيدك فيها وراح نشجعك فيها، وهذا هو فهذا الأصل. هدف أساسي لتطور أي إنسان إن كان رياضي ولا غير رياضي. فالحمد لله يعني الله وفقني ورزقني بأم وأبو الله يعني الحمد لله يدعموني وإخواني وخواتي هم نفس الشيء يدعموني في 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 الرياضة هذه. هذا يمكن بالنسبة حق الدعم المعنوي والدعم الأسري وهذا بالتأكيد. وبالمقابل الشخص يحتاج إلى الدعم المادي. نعم أكيد. الدعم المادي مثل ما قلت فيها سفر، فيها مدرب، فيها تجهيز، فيها تجهيز غذائي، فيها يعني في شغلات وايد لازم تنحسب. فالحمد لله يعني بعد الدعم الأهل يعني الله وفقني إن عندي حاليا ثلاث رعاة. الراعي الأول هم موجودين هنا عندنا إحنا في التشيرت مسطرهم. عندنا أكاديمية بوسايدن هذه الأكاديمية سباحة. للأمانة أنا تعلمت السباحة عن طريقهم قبل ثلاث سنوات. أنا قبل ثلاث سنوات ما أعرف أسبح. إذا تعرف سبحة الشالية راسك لي برا ويلا تحرك والأمانة هذا كان أول سباق لي بالضبط كان هذا حالي 750 متر ما نزلت راسي من بالماي برا وعلى راس يعني ويلا كملت أكيد أثر زلت هذا تعب أنا فمن خلص السباق كان لازم أطور نفسي في السباحة. رديت الكويت هالحكي كان في أبوظبي رديت الكويت فدورت وسألت الشباب الكل نصحني في أكاديمية مساعدين. رحت الأكاديمية والحمد لله أنا ليل يوم معهم وأهم أوائل الناس اللي آمنوا فيني وليل يوم يدعموني في مسألة تطوري في الرياضة. ما شاء الله هذه النتيجة أنت 42 يعني كيلو وشارك في هذا البطولة يعني مدة قصيرة جدا وعلى كبر خلينا نقول بس هذا إذا واحد إذا عنده هدف يبي يشتغل عليه يقدر ماكو شيء يوقفك صح حلو والراعي الثاني عندي بيت التمويل يعطيهم العافية وحاليا أنا معاهم مع مبادري بيتك. هذه مبادرة تدعم الطاقات الشبابية والرياضية فمشكورين. والراعي الثالث اللي هو شركة كوربلد اللي هم شركة مختصة لتجهيز الأكل الصحي والرياضي حق الرياضيين وغير الرياضيين وهذا الشيء يعتبر وايد ضروري لكل شخص يعني يبي يطور من مستواه أو تجهيز الرياضيين ككل. طيب للأمانة استمتعنا في حوارنا معك عبد الله ويعني اليوم احنا مندين نتكلم عن إنجاز شاب كويتي إنه هو قاعد يروح ويسافر ويتعرض إلى مجهود عالي بتجهيزات معسكرات ولا غيره فهذا كله كفيل بأن احنا نتكلم اليوم ولي نكرمك التكريم البسيط هذا بأنك تكون متواجد على الشاشة هذا. يعني شوي لو نقول احنا تعرض الإنجازات اللي حصلتها مع السادة المشاهدين ودنا شوي تكلمنا عنها الموسم هذا أو هالسنة هذا البطولات طبعا. اللي كانت خلال الموسم طبعا أكيد ما هي هذه الإنجازات فقط لعبد الله في هالسنة هذه صح ولكن هذا يمكن الأبرز أو الأقرب إلى قلبك. إنجازات السنة يعني كانت عندي عدة أهداف الحمد لله حققت يمكن أغلبها. الحمد لله صعدت منصة تتويج في هالموسم خمس مرات مرة في الكويت ومرة في 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 بالي وفي في تايلند وصعدت في تتويج عندنا في الصين فالحمد لله الله وفقني وصعدت التتويج يعني منصة تتويج أكثر من مرة وهذا الشيء يعني بالعكس يعطيني دافع إني أشتغل أكثر وأكثر دام إني أنا اشتغلت يعني خلال سنة شديت حيلي وصار عندي مدرب وصار عندي تدريب ثابت وقدرت أوصل لهذه المنصات معناته إن شاء الله على الموسم الجاي يعني راح تكون عندي أهداف أكبر وطموح أكثر وهالشيء معناته مثل ما قلت لكم أي شخص عنده هدف ممكن يوصله. بالفعل يعني جميل أن نشوف روحك المعنوية غالبة أيضا يعني روحك رياضية جدا وعندك طاقة إيجابية قاعدة تشجع نفسك بنفسك وهذه أول خطوات تحقيق الأهداف أنا برأيي. وأيضا حلو دور الأسرة معك والأصدقاء وغيره يعني من الناس المحاطة فيك يعني فخورين فيك وإحنا أيضا كأسرة برنامج شباب قول وفعل وكقناة كويت سبورت فخورين بإنجازات شبابنا. في كلمة أخيرة توجهها في نهاية لقائنا للشباب اللي قاعد يشاهدنا تنصحهم نصيحة من بطل إلى الأبطال القادمين إن شاء الله. الحمد لله يعطيكم العافية.
كلمة أخيرة يعني نصيحتي للشباب، رياضة حلوة، رياضة مو بس حلوة، وايد حلوة، بس إذا واحد عرف شلون يمارسها بالطريقة الصحيحة بالمكان الصحيح، وإنه شلون يحط نفسه بشباب يأيدونه ويحفزون يعني رغبة الرياضة اللي هو وده يمارسها. بالنهاية أنا الصراحة يعني في كلمة شكر للمرحلة اللي أنا وصلت فيها الليلة. طبعًا الشكر الأول والأخير الله سبحانه وتعالى على 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 يعني توفيقه لي في 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 حياتي الحمد لله. الشكر الثاني لأهلي ودعمهم اللامحدود لي في مسيرتي الحمد لله. الشكر الثالث لأكاديمية بوسايدن، لأنهم من أوائل الناس اللي آمنوا فيني وما زالوا مؤمنين فيني، والحمد لله قاعد يمشوني لقدام ويطورون فيني الحمد لله. الشغلة اللي هي الرابعة شكر خاص لمدربي محمد الصباغ على الجهد الكبير اللي وصلني فيه خلال سنة، يعني الحمد لله. آخر شغلة يعني حبيت أشكر كل شخص تمرنت معاه واستفدت منه وتعلمت منه، لأن صدق اللي ما يشكر ما يشكر يعني الناس، أشكر الله لهم، لهم فضل كبير الناس يعني على على, على كل مرحلة من مراحلي. وآخر شيء أشكركم على الاستضافة. شكرا لك عبد الله، على تواجدك، نتشرف فيك وبتواجدك ويانا الأمانة. استمتعنا جدا في حوارنا مع بطل لعبة ورياضة الترايثلون. احنا ما نقول غير ربعك، ربعك اللي يقعدون بالدوانية، لا ترى كلهم احنا نشوف الرياضيين، حتى اللي بالدوانية ترى اكيد يمارس لعبة جنجفة فتعتبر حتى اللي يلعب جنجفة هذه رياضة، كافي انه هو يوزع ورق. خلونا نطلع معاكم فاصل ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الثانية. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، ألتقي معاكم اليوم في فقرة جديدة بعنوان المسؤولية المدنية والجزائية لإصابات الرياضية. لكي ينجح اللاعب أو الرياضي في الحصول على تعويض من خصمه الذي أحدث هذا الضرر فيه، لازم يثبت أن هناك إهمال أو خطأ من خصمه أدى إلى حدوث الضرر في هذا اللاعب، يستحق بموجبه الحصول على تعويض ملائم ومناسب. لازم يثبت المدعي، خليني أتكلم معاكم في لهجة مبسطة، لازم يثبت المدعي بأن الخصم الرياضي اللي مارس معه اللعبة لم يتبع واجب الحرص والرعاية أثناء ممارسته للعبة. خلنا نربط هذا الموضوع في جزئية بعيدة عن رياضة. أنت الإنسان يقود السيارة، مطلوب منه أنه يتبع قواعد القيادة التي يعرفها أي إنسان يقود مركبة، وواجب أيضا أن يتخذ من الحيطة والحذر لكي لا يحدث إصابات وحوادث في الشارع. كذلك هو الرياضي يعلم مسبقا بأن شروط اللعبة هي 1-2-3، كل يمارس الرياضة يعلم هذه الشروط، إذا خالفها قد يحدث إصابة في زميله، وبالتالي يستحق هذا الزميل أو هذا الخصم التعويض الملائم. واللاعب لما يلتزم بقواعد الرياضة فهو يلتزم بالعنصر المطلوب منه كإنسان، مثل ما يلتزم في أي مواطن موجود أو مقيم موجود داخل أرض الكويت. فمخالفة القواعد اللعبة لا يجوز، فالإنسان لما يخالف قواعد اللعبة لا يجوز منعه أو منع خصمه من الحصول على تعويض ملائم. التعويض يكون طبقاً لإيش؟ التعويض يكون طبقاً للقانون المدني الكويتي عن الفعل الضار. التشريعات ما حددت ولا خصصت قانون رياضي يستحق بموجبه اللاعب المضرور تعويض ملائم. نعم هناك قوانين وأنظمة خاصة بممارسة اللعبة على المستوى الدولي، ولكن كإصابة رياضي لا توجد هناك تشريعات، إلا في إنجلترا حددوا تشريع محدد لإصابات رياضية، ولكن في دولة الكويت لم يصدر تشريع لهذه اللحظة يتعلق بمسؤولية أو الإصابات المتعلقة بالرياضية. إذن تعويض المضرور يأتي طبقا للقواعد المسؤولية الشخصية عن الإصابات وعن الفعل الضار الذي يحدثه الطرف بالطرف الآخر.
أبي أقول لكم بعض الأمثلة للإصابات التي تحدث للاعبين، مثل لعبة الملاكمة. لما يتبادل اللكمات ما بين اللاعبين، لاعب يبادل اللكمة، يعني الكل يعرف أن الملاكمة عبارة عن لكمات يلكمها الطرف للطرف الآخر، ووقع أحد اللاعبين بالضربة كما تسمى الضربة القاضية أو تسمى النوك أوت، وقع على أرضية الملعب ولم يقم حكم المباراة بإيقاف اللعبة. نسى الحكم، كان يعتقد الحكم بأن قاعد اللاعب الثاني يمثل أيا كان وأي اعتقاد يعتقد الحكم أثناء الممارسة ممارسة هذه اللعبة، يستحق بموجب اللاعب المضرور التعويض الملائم والمناسب عن هذا الخطأ الذي ارتكبه حكم المباراة. أتمنى أعزائي المشاهدين أكون قدمت لكم ولو بشكل مختصر الفائدة المرجوة من هذه الفقرة، على أمل أن نلتقي معكم في فقرات رياضية جديدة. مشاهدينا رجعنا ونكمل معكم شباب جول أوف فعل، وأيضا نرحب بضيفنا الثاني مدرب كرة القدم عبد العزيز عادل الكوت. يا هلا ومرحبا فيك في شباب جول أوف فعل. مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب نكون ضيوف خفاف على المشاهدين. وعليكم يعطيك العافية عبد العزيز، حياك الله كابتن. طبعا اليوم احنا سعيدين بان تكون حلقتنا رياضية، بلشناها بترايثلون، لعبة كانت جميلة مانة حماسية، ثلاث رياضات برياضة واحدة او بلعبة واحدة، لكن انتقلنا الى حبيبة الكل، الكرة المستديرة اللي الكل يتابعها، سواء كانت صالات سواء كانت اللي هي كرة القدم التقليدية متعارف عليها. لكن عبد العزيز، سبب اختيارك كرة قدم وتدريب الصالات؟ أمانة أنا بدأت في أمريكا في كرة القدم، خلينا نقول في كرة القدم العادية، وانتقلت بعدها للنادي العربي، اشتغلت مع الفريق الأول في النادي العربي يمكن 4 مواسم متتالية، وصارت صدفة أن أحد المدربين اللي اشتغلت معاهم لويس فيليبي مدرب برازيلي رشح اسمي لمدرب كرة القدم بالصالات اللي هو كاكاو البرازيلي، لأني أنا أشتغل في جانب الفيزيكال خلينا نقول وجانب الأجهزة، أستخدم الأجهزة غالباً في التدريبات، فمدرب كاكاو كان يحتاج أحد يستخدم الأجهزة للاعبين، مونيتورينج اللاعبين، مراقبة اللاعبين أثناء التمرين، وأعطيه مثل خلينا نقول إحصائيات الستاتستكس الكامل لللاعب من نبضات قلب، من إيش كثر اللاعب يقطع مسافات وهالأمور هذه، فهذا اللي خلاني أتجه من الموسم السابق في الصالات، وحين صار لي سنة ونص سواء مع منتخب الصالات أو حتى مع فريق في دوري للبنات، يمكن في الموسم السابق كان أول دوري نسائي هم شاركت مع فريق الصالات وحققنا الدوري إن شاء الله. أي أيوة والله مو مخلين شيء حتى كرة القدم ناشبينكم فيها. يعني جميل أن تخصصك يعني فيزيكال. أي جاء من جانب الفيزيكال والتكنولوجي، أنا يعني غالبا يكون اللاعب أثناء التمرين دائما تشوفون يمكن عليهم الفستات اللي يلبسونها والجي بي اس، فهذه دائما تعطينا احنا الاحصائيات احنا نعطيها المدربين. يعني تفيد المدرب جدا، يعني فادتك كمدرب في ان تدمج ما بين كل التخصص. تاكيد انت اليوم كمدرب ما يعني خلاص اليوم ما تحتاج انك انت تراقب اللاعب وتقول له انت ما ركضت عدل وانت لياقتك ناقصه وانت جسمك كذا وانت كذا، لا يبدا المدرب من نفسه هو عند الاجهزه في كل نهايه التمرين انا اعطيه ريبورت كامل عن اللاعبين، فالمدرب مجرد ما يشوف الريبورت يدري ان هاللاعب لياقته ممتازه، هاللاعب لياقته ناقصه، نايم بتشل سهران بالضبط، فاحنا نقدر نراقب اللاعبين واحنا في الملعب يعني. ممتاز. طيب الخبره هذه في التدريب، يعني احنا شفنا ان في ترشيح كان من مدرب برازيلي والبرازيليين يعني متصدرين في كره القدم، طيب شنو المؤهلات اللي يحتاجها مدرب كره القدم علشان يجيد التدريب؟ اليوم كرة القدم أصبحت علم، فاليوم اللي يبي يدش مجال كرة القدم عليه أنه يدرس، عليه أنه يحضر الدورات، يحضر الورش، يحضر المعايشات، فمحتاج عمل كبير في كرة القدم. البعض عندنا في الكويت يمكن الربع في الديوانية كل واحد يندمج ويبدأ يحلل ويعطي خطة، كلهم مدربين ما شاء الله، هو حتى يلعب بلايستيشن كرة القدم فيفا، فالكل عنده أنه سهل علم كرة القدم، لكن في الواقع علم كرة القدم جدا صعب اليوم، من تكنولوجيا موجودة فيه، علم نفس، علم حركة، علم بالإضافة للرياضة وعلم التعامل النفسي مع اللاعبين، فهو يعتمد على عدة مجالات. أنا بدأت فيه في 2009 في أوهايو كولومبوس،
أخذت الكوتشنج دبلومة، بعدها أخذتها في كاردف، وفي السنة اللي طافت أخذت الماستر في السبورتس لو في قطر وفي إسبانيا. ويتطور كرة القدم من سنة إلى سنة، القوانين تتطور، العلم يتطور، التكنولوجيا دخلت فيها بشكل كبير. فاليوم تلاحظون اليوم في أي مباراة، اليوم بعد شوي بعد كم ساعة راح نشوف الشامبيونز ليج، راح تشوفين كل مدرب بجانبه مساعدة أو المحلل الفني عنده الآيباد ويباشر المدرب في الكلام. فبعض الأحيان الناس مثلا ما تدري شنو قاعد يوصل له، هو قاعد يوصل له مستويات اللاعبين، مراقبة اللاعبين. في بعض الأحيان لما الهارت ريت حق اللاعب يبدأ يصعد وايد، يبدأ يقول له ترى اللاعب الفلاني ممكن معرض للإصابة، اللاعب الفلاني ممكن انتهت لياقته، اللاعب الفلاني ممكن يتعرض لشد، اللاعب الفلاني ممكن نريحه، ويبدؤون يعطونه مشروبات. في بعض الأحيان تشوف برا في مشروبات جاهزة، وهي مشروبات طبية مو مثل ماني ذاكر مثلا مشروبات طاقة، ولكن لا هي تكون مشروبات طبية وايد مفيدة للاعب أثناء التمارين، إنه يبدؤون يأخذونها. وإحنا حاليا في المنتخب طبعا أيضا عندنا هالمشروبات دائما نوفرها للاعبين فترات راحتهم وفترات بين الشوطين، اللاعبين دائما يأخذونها حتى لأن اللاعب في أثناء المباراة يفقد كل الأملاح والسوائل في جسمه، فأنت محتاج إلى ريكفر سريع حتى يواصل خلينا نقول يواصل الرتم ويواصل المستوى. فهو علم كبير وايد ومتعب. زمان لما نتكلم اليوم مع مدرب مثلك كابتن عبد العزيز، يعني اشوفك ملم جدا ومستفيد من الامكانيات اللي موجوده والمسخره في التكنولوجيا الحديثه. فاليوم لما نشوف مدرب كويتي ما شاء الله نقول مسخر مهاراته، اليوم عنده مجهود وتعب على نفسه، اخذ دورات فطور مقدرته اليوم بانه يكون في هذه التخصصات قادر انه هو يتعامل مع اللاعبين بنقول المتطور اليوم او مثلا التكنولوجيا الحديثه الموجوده. اليوم شلون نشوف التعامل مع اللاعبين؟ اكيد راح يكون اسهل من السابق، قبل يمكن كانت مو موجوده التكنولوجيا اللي قبل شوي ذكرتها، لكن اليوم مع التكنولوجيا فقاعد تعطيك اول باول تقارير. فشلون تشوف مستويات اللاعبين، خامات اللاعبين في هالجيل هذا؟ بكل تاكيد في البدايه اللاعب صعب يتقبلك، اللاعب تعود على سيستم انه ما حد يراقبه، وهذا هو الطبيعي في الكويت، هي هواية أكثر مما هي بروفيشنال. ولكن مع الوقت لما أنت تبدأ تقعد مع اللاعبين، أنا أذكر في سنتي الأولى في النادي العربي كنت مع لاعبين كبار مثل محمد الشراغ وعلي مقصيد، اللاعبين ما شاء الله جيل كبير كان في النادي العربي. فيوم بدينا وياهم في البداية نوعا ما اللاعبين يعني عندهم خلينا نقول مثلا مو فاهمين الشغل اللي أنت تسويه، ولكن مع الوقت أنت تبدأ تفهمهم، تبدأ تشرح لهم. هو مو متعود بالضبط، هو مو متعود اليوم انك انت تقعد بورقة وقلم وتقول انت مثلا في التمرين اللي طاف سويت كذي، ركبت كذي، محتاج كذي، وبعدين تبدا تخلطه مع مدرب، تبدا تسوي لهم محاضرات توعويه، يبدا اللاعب هنا يثقف نفسه، يبدا يثقف. وبالعكس بعدين تبدا تشوف اللاعبين من نفسهم هم يبداون يبحثون انه شلون اطور، ليش انا ركبت كذي، ليش ما ركبت كذي، ليش بعد الدقيقه 70 نزل مستواي، ليش في التمرين احس في التعب، ليش. فنبدا احنا ننور نقول له مثلا اذا انت كل شيء عندك ممتاز معناته شوف نومك ايش كثر نمت، كم ساعه نمت، اذا انت كذا سويت، لا شنو اكلت قبل لا تي، شنو اخذت من كربوهيدرات، من فيتامينز، من بروتينز، بعدها شنو سويت، وبعد المباراه شنو تحتاج. فنبدا نعطي اللاعب جدول غذائي وجدول خلينا نقول نظام على حياته كامله حتى يبدا انه يكون في افضل حالاته لما يكون في الملعب وقت المباراه. طيب انا بودي اسالك عبد العزيز، يعني انت ذكرت في استخدامك للاجهزه المتطوره اللي قاعد تستخدمها، وهي ايضا يعني من خلال تجربتك وخبرتك وخلينا نقول مؤهلاتك عرفت تطبقها على اللاعبين وشو اللي يحتاجونه، يعني كذي انا اتوقع تتفادى وايد اصابات أكيد ممكن حدوثها، يعني شيء مفيد جدا. طيب هذا الكلام يتطبق حتى على كرة القدم في الصالات، يعني الإصابات كل تأكيد نفسها ولا تختلف؟ الأجهزة الجي بي اس اليوم تستخدم في كل الرياضات اللي فيها حركة، في اليد، في الصالات، في القدم، في السلة، في الطائرة، في كل لاعب عنده حركة وعنده موفمنت. وحتى في بعض اللاعبين اليوم بدأوا يستخدمونه في ركض، في الجري. اليوم أنا أحب الجري يوميا، أبدأ أستخدمها وأعرف تطور خاص فيني. ولكن بكل تأكيد تركيزنا في كرة القدم يختلف عن تركيز كرة اليد في الطائرة، في لأنه ممكن هناك مثلا يستخدم إيده أكثر من هنقول ريول، أو في لعبة معينة يحتاج مثلا قوة الريل، فلذلك هي تختلف كليا. إحنا اليوم مثلا نقيس عضلات اللاعب في ريل اليمين وريل اليسار، نحاول نخليهم متقاربة
كثر ما نخليها متقاربة يتفادى نوعية الإصابة. تكافر. بالضبط. أما إذا كان هناك فارق كبير في حجم عضلة اليمين في اليسار. موجود اللاعبين الحين كابتن اللي شوت يسار واللي شوت يمين. أقوى. بالضبط. فعشان كذي أنت اليوم تحاول توازنهم أو تقربهم من بعض حتى اللاعب لا ما يتعرض فيها للإصابة. اللاعبين عندنا في الكويت خلينا نقول في شكل عام يفتقدون لشرب السوائل. الكويت دولة حارة. فلذلك احنا مطالبين دائما اليوم ننصح اللاعبين وين ما تروح خلي الماي معاك، خلي المج معاك اذا كان الماي حار، خلي المج معاك حط فيه الثلج واخذ الماي او اخذ الفيتامين او اخذ المشاريب هذه. فهذه بكل تاكيد تكون جدا مفيده للاعب، تعطي اللاعب سابقه ان انت في طريق قد تتعرض فيه للاصابه، قد تتعرض فيه للشد، قد تتعرض. وفي كثير من اللاعبين كنت انبههم تعرضوا لها، في كثير من اللاعبين كنت اقول له حتى قبل المباراه اقول له انت باكر في المباراه اذا ما سويت كذا كذا كذا، فثاني يوم يقول لي كابتن صدق ما سويت، فاقول له عشان كذي تعرضت لشد بعد 30 دقيقه بعد 20 دقيقه ما قدرت اكمل المباراه. فلذلك هذه التحذيرات وهذه الامور قد تساعد اللاعبين بكثره. احنا اليوم نشوف الدوريات الاوروبيه ونقول ما شاء الله اللاعب الفلاني لعب موسم كامل او لعب 6 شهور او لعب 8 شهور بدون تعرض لاصابه، لان هاللاعبين لو تروح تشوف حياتهم شلون عايشينها، الاهتمام طريقه الحياه اللي هم عايشينها، ما نقدر نقارب حياتنا فيهم لانهم كافي انهم عندهم الاحتراف. بالضبط. هم عندهم الاحتراف الكلي، احنا ما نبي احنا ما نبي نوصل لهم او نتمنى نوصل لهم، ولكن احنا خلينا نقول خلينا ناخذ 10% 20% من اللي هم يسوونه. في اشياء انت تساعدك اليوم، انا ما اقول لك حاول تنام لك 7-8 ساعات في اليوم، حاول تاكل كذا وكذا وكذا، حاول بعد المباراه مباشره تاخذ المكملات وكذا. فهذه الامور انا لما اسخرها لك واوفرها لك من المفترض انك تتبعها، لان انت تبي تكون لاعب محترف، تبي تكون لاعب. والحمد لله عندنا لاعبين في الكويت وصلوا للاحتراف، عندنا بدر المطوع طلع احترف، فهد الانصاري طلع احترف، سلطان العنزي، عديد من اللاعبين اللي طلعوا واحترفوا وعاشوا تجربه الاحتراف. فهذه الامور كلها تساعد يعني خلينا نقول تقلل المسافات، تقرب المسافات مثل ما يقولون، انت تخطي خطوه بدل لا تخطي خطوه تخطي 3-4 خطوات للامام. طيب عبد العزيز، يعني انا ملاحظه عندك طموح في ان تتقدم كره القدم ويعني تاخذها لليفل خلينا نقول ابعد بكثير، خاصه ان انت ايضا قاعد تشجع حتى النساء في كره القدم ان يلعبون هاللعبه ويحرزون بطولات. طيب شو اللي تطمح له؟ طموحه كبير. انت اليوم لما تروح يعني انا يمكن تحديت وايد ظروف اني ان نوعا ما ان الكوتشنج بالكويت عندنا هوايه وليست تخصص، ايوه وليس تخصص، ولكن انا يمكن قلت لا ابيها كتخصص، ابي ادرسها كتخصص وابي اشتغلها وابي اكون بروفيشنال فيها. ولما اكون موجود في السيزن انا فول تايم جوب، موجود صبح موجود عصر موجود ليل للفريق او للستاف او للتيم اللي معاي، فهذا شيء ساعدني ويخليني اركز في شغلتي. وقدرت نوعا ما لله الحمد اليوم اني اوصل حق اللي ابي، ولكن اكيد الطموح وايد اكثر، وجزء من طموحي لله الحمد تحقق اني كان عندي طموح اني اكون امثل الكويت او اني اشارك مع منتخب الكويت في 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 اي محفل خارجي، ولله الحمد في الموسم السابق وقعت مع منتخب الصالات الكويت، كان حلم يعني كبير لي. وان شاء الله يا رب ان ناخذ الفريق هذا ونقدر نوصل لكاس اسيا في السنه القادمه في تركمانستان الاستضافه، وفي السنه اللي بعدها راح يكون موجود ايضا كاس العالم. فايضا نطمح ان شاء الله يا رب ان من كاس اسيا ننتقل الى كاس العالم، وهذا يعني اعتقد اكثر طموح الواحد يوصل له وتمثيل تمثيل البلد. توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء ما نقدر نتكلم فيه، ولكن هني المجهودات اللي ذكرتها لنا، يمكن التكنولوجيا المستخدمه اليوم بالتدريب، امكانياتك كمدرب، وانت استعرف شو اللي تقدر تقدمه او شنو اللي عندك انت مثلا صار في خلفيه او خبره وتنقلها مع اللاعبين. ان شاء الله نشوف ونقيس هالتجربه هذه على ارض الواقع ونشوف بالنهايه الانجاز باسم منتخب دوله الكويت، وهذا بالتاكيد يفرحنا ويفرح الجميع. طبعا انت كانت لك تجربه خارج الكويت في مجال التدريب، كلمنا عن هالتجربه، وهل هالتجربه هذه إيه هي اللي وصلت اليوم كابتن عبد العزيز للامكانيات هذه، ولا نقول استفاده والمهارات الموجوده عنده والخبره؟ كل تاكيد المعايشات والتجارب اللي ناخذها من الدول المتقدمه هي اساس النجاح. اليوم انا دائما اقول اذا اي شخص يبي ينجح، وحتى اليوم انا دائما ارشح اسماء او اشخاص للمنظومه الرياضيه الكويتيه، ان اذا نبي نتطور نستعين في الدول المتقدمه اليوم في اي مجال، خلينا نقول في الهندسه في الطب، ونفس الشيء ينطبق في الرياضه. اليوم اذا انا ابي اتطور وابي اصل بالكويت الى الاعلى لازم اخذ هذه التجارب واخذ هذه، ف
فأفضل طريقة أني أنا أرسل المدربين الإداريين اللاعبين وغيرها من المواهب هذه أرسلها إلى هذه الدول حتى تستفيد منها. أنا شخصيا لله الحمد قدرت أني أنا على حسابي الشخصي ومجهودي الشخصي أني أنا أروح، ولكن غيري ما يقدر يسوي هالشيء هذا ممكن. فلذلك اليوم احنا نطلب الدولة أن تبدأ تخصص بعثات رياضية، تخصص بعثات، وهالشيء هذا اوريدي انا هم قاعد اشتغل عليه في الهيئه العامه للرياضه في مع اخوي الوكيل صقر الملا مسي عليهم، وحاليا في سويسرا وعمل ايضا من اجل الرياضه. فقاعدين نعمل ان نحاول نخلي المنظومه الرياضيه تبدا تدخل في المدارس وفي الجامعات حتى نبدا نخرج المواهب سواء كلاعبين بالضبط. انه يبدون يستفيدون نفس ما عبد العزيز يوم استفاد في جزء معين في التدريب والتكنولوجيا، كذلك اللاعب، كذلك الأخصائي التغذية، كذلك الأخصائي الرياضي البدني الفيزيكال، لأن اليوم المنظومة الرياضية ما هي مدرب ولاعب اللي احنا نشوفهم، لا، خلف المدرب جهاز كبير يعمل من محلل، من فيزيكال، من لياقة، من مدرب حراس، من تأهيل إصابات وغيرها. ونفس الشيء خلف اللاعب هناك علم نفس هناك حاضر أمامه، وهناك علم التغذية حاضر أمامه، ففي خلف اللاعب هناك منظومة تعمل من أجله. فلذلك كل هالستاف الكبير اللي يعملونه اليوم إذا أنت محتاج تطوره محتاج تخليه موجود في أعلى الجامعات، في يحتك مع الأندية الكبيرة، يحتك مع بالضبط. يعني أنا شخصيا حضرت حتى مع الأندية مثلا ويجن أتلتيك، أذكر أخوي علي الحبسي كان أيامها حارس العماني الكبير موجود عندهم، واتصلت عليه وتواصلت وياه وقال لي عبد العزيز حياك الله، وحضرت مع مدربهم مع روبرتو مارتينيز فترة طويلة. بعدها قدرت أحضر مع لاو دروب مدرب في سوانزي كان أيضا موجود، مكاي مدرب في كاردف سيتي أيضا حضرت وياه، والعديد من المدربين الكبار اللي في مدربين كبار بالضبط. فهذه كلها تفيدك الخبرات، وهذه فأنت اليوم لما تيجي الكويت أنت تكون عندك هالخبرات هذه تحاول تسخرها. صحيح بعض الأحيان صعوبة لأن هناك مثل ما تعرف النظام الاحترافي وغيره، ولكن أنت تحاول بالإمكانيات اللي موجودة والمسخرة بالضبط. تخصصت 20% قبل شوي قلت على الأقل لو 20% فإذا أنا ناجح. لا يشوف اللي ناسب يتم تطبيقه هني. ويعني الصراحة ما قصرت عبد العزيز، يعني الكويت أنت رائع وبطل من أبطالنا، إحنا دائما في شباب قولوا فعل نفخر أن نستضيف أبطال مثلك يهتمون بالرياضة أو مجالاتهم المختلفة ويسعون للتطوير وأن يكوتون الخبرات الأجنبية. أنا دائما أقول ما عندي هذه عقدة الخواجة، دائما أقول بالعكس الكويتيين أكفاء ويقدرون ينجزون، وفقط بس نثق فيهم أكثر ونشوف إنجازاتهم وقاعد نشوفهم. واكتشاف الموهبة بالتأكيد تي على إيدينهم وهم كونهم هم أكثر في هذه الرياضات وهذه الألعاب. كل الشكر لك كابتن عبد العزيز الكويت على وقتك، مدرب منتخب الكويت لكرة قدم الصالات. مشكورين جدا على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب نرفع اسم الكويت عالي في محافل القادمة. أنتوا قدها وقولوا فعل إن شاء الله، وقريب نسمع إنجاز باسم المنتخب إن شاء الله، فرحتنا تكمل. طبعا بشذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا مشاهدينا في شباب قولوا فعل، أتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا اليوم في حلقتنا الرياضية ترايثلون كرة قدم صالات مع الكوابتن اللي كانوا يعني عبد الله الرفاعي، وجه له تحيه، وايضا الى الكابتن عبد العزيز الكوت. نشوفكم على خير، واذا حابه تقولين شيء عندك يعني المايك. يعني انا ودي اقول انه فعلا ما في شيء يوقف في طريق الانسان الناجح واللي عنده هدف يسعى له، وفعلا قاعد نشوف كويتيين قاعد يوصلون بطاقاتهم وابداعاتهم، وان دائما يطمحون للافضل. كل شكر لكم مشاهدينا ونلقاكم على خير في امان الله.